Hello everyone this is chef Nao with you all the way from Norway in the following series I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home ماء من الصنبور لكل 4 لتر ماء كوب من الملح بنحرك جيد لماذا محلول الماء هو التخلص من الاشياء الغير مرغوب فيها مثل الدم وما الى ذلك دجاجة تقريبا حجمها بالشكل هذا كيلو ستمية جرام مثل ما هي هيك وزنها كيلو ستمية جرام نضعها محلول الملح لمدة ساعة نضع الخضار هي اختياري جزرة كبيرة او تنتين صغار بنقطعهم مثل هيك والبصل واحدة كبيرة او تنتين صغار ايضا هو اختياري هيك قطعناهم نضعهم في اسفل الوعاء نوضع فلفل اسمر حبوب او مطحون هو ايضا اختياري الموجود عندكم التوابل هي اختياري نوضع ورق الالمنيوم وبنوضع الغطاء من لازم نحكمها تماما وممكن نوضع كمان تقول فوق الطنجرة او الحلة ونوضعها على المقود درجة الحرارة لازم تكون خفيفة جداً لمدة ساعتين لازم يكون تحت المتوسط لمدة ساعتين تقريبا ويمكن استخدام أي طريقة لطهي الدجاج المهم الدجاج يكون ناضج مثل هيك أي طريقة استخدموها أنتم متعودين عليها أهم شيء يكون الدجاج ناضج مية بالمية يعني دوب دوب مثل هيك أي طريقة بتكون إياها استخدموها ممكن سلق المهم يكون ناضج مية بالمية هيك بعد ساعتين وطعم الملح مش بارز كتير في الدجاج الملح يعني ممكن انتو تتزوقوها وإذا لازم ملح ممكن نضيف ممكن نضيف الملح التوابل هي اختياري ممكن إضافة مكعبات مرق الماجي ممكن زيتون ممكن أي نوع توابل هو اختياري مثل انت ما انتو شايفين الدجاج كتير دايب هذه الطريقة أنا بفضلها أكثر ولكن أنتم تستخدموا أي طريقة بدكم إياها نوضع الخضار مع الحبوب بالفلفل الأسمر نوضع أيضا هو اختيار إذا إنتوا بدكم توضع فلفل أسمر هاد المرقة بنصفيها إحنا عاوزينها نجيب واحد راس صغير من البنجر وبنبشره إحنا عاوزين نأخذ السوائل اللي في قلبه فقط نعصره وبناخد المية هيك أصبح جاهز نضعها مع الخليط إحنا لازمنا سوائل كوب ونص إذا خس علينا من المرقة بنضيف ماء ساخن ونضيف خمسين جرام من الجيلاتين بالتدريج جيلاتين في نوع بقرة وفي من الأسماك وفي نباتي أنتم شوفوا المناسب لإلكم أهم شيء الجيلاتين نضيفه بشكل تدريجي من شان ما يكتل معنا والماء يكون والمرقة تكون ساخنة أو دافية يعني بنوضعهم على الخليط وبنخلط ومن المكونات كلهم مع بعض ممكن نستخدم أي نوع خلاط متوفر عندنا أي نوع المهم نطحنهم جيد إذا محتاج ماء ممكن نضيف له قليل من الماء لو انتم حاسين انه محتاج ماء ممكن نضيف علقتين ما تدريج مثل هيك لازم يكون بالضبط مثل ما انتم شايفين هيك روعة نسكبه بنجيب اي عبوة متوفرة عنا اي عبوة بلاستيك متوفرة عنا وبنفتحها ممكن نقصها مثل ما انتم شايفين الموضوع كتير بسيط وكتير سهل وبنسكبه هيك بنخرج كل الهواء اللي في الداخل بنوضع غطا نضعها بالتلاجة لليوم الثاني ضروري تكون بالثلاجة لليوم الثاني وهيك باليوم الثاني نفتح العبوة فرجيكم كيف شكلها من الداخل وإذا بدكم مرتديلا نباتي اكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا أنتم حابين نعمل مرتديلا نباتي اكتبوا لي بالتعليقات إذا أنتم معنيين مثل ما أنتم شايفين هي كتير روعة ومثل الجاهزة وهذا ممكن هذا اللي زاد معي حطيته صبته بالكوب البلاستيك ممكن نوضع بالكوب البلاستيك نفس الشيء أي شيء متوفر عندكم بالبيت هي كتير روعة وانتو حطوا توابل انتم بدكم إياها في أمان الله تزرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة